الساح العالم المصري في الطاقة الشمسية المقيم في ألمانيا، بيوجه رسالة لمصر والمصريين حول الطاقة الشمسية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. تقول إيه لمصر وإزاي تهتم بالطاقة الجديدة والمتجددة؟ هو إنها شرف كبير ليا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أنا مقيم في ألمانيا 37 سنة، وطبعا مصر بلد الحضارة، وإحنا من 4750 سنة كان هناك أول محطة طاقة شمسية كانت بتحرق المراكب زمان ايام سيراكوس وايام ارشميدس. وطبعا بعد كده كان في تاني محطه سنه 1913 واشتغلت في الحرب العالميه الاولى واتدمرت واتكسرت سنه 1914 عليها كورت شومان. فالموضوع اصلا بتاعنا بتاع المصريين. مصر بلد فيه واحد مؤرخ بروفيسور الماني اسمه ماكس ايد كتب كتاب انتر فلوك ونشرابشتوك ورا المحرات ورا المنجله قصه مهندس. فاللي عايز يتعلم الهندسه يجي على مصر. فانا بوجه رساله للشباب الجيل الصاعد العالم الثالث، احنا اسياد المنطقه الحمد لله، بلد الحضاره، بلد النيل، بلد المعجزات. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القران. وطبعا كل بتاع الشباب والجيل الثالث احنا ينقصنا العمل الدؤوب، ينقصنا التيم وير، نشتغل مع بعض. عايز الناس الشباب اللي طالع ده يحب مصر اكتر من اسمه، عايزه بتاع ده يتفانى الاخلاص في العمل، الاتقان في العمل. وبعدين يعني برضه كل الاديان السماويه تحث على هذا. احنا طبعا عندنا تاريخ، عندنا حضاره، وعندنا علم. واشتركت، انا كان لي الحظ ان انا اشترك في، كانت اول 50 طائره مصريه، وسافرت امريكا معايا رخصه طيران، ما معيش رخصه سياره، وعملت تلميذ واشتغلت تاني علشان برضه ارفع اسم مصر عاليا. فانا طبعا كل ما بشوف مصر كاني شفت مصر حاليا. انا يسعدني ان انا اوجه رساله للشباب الجيل اللي جاي. احنا الوقت عايزين، عندنا مشاكل كثيره جدا، وينبغي العمل الدؤوب. المخلفات الزراعيه بناخدها بنستخلص منها، بنعمل كيو ثيرمال عشان نطلع غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين كغاز طبيعي نقي فيه الجاز، اشغل بيه المحركات والسيارات والطيارات والصواريخ، وفي نفس الوقت اولد كهرباء، والكهرباء اللي هتولد الهيدروجين هتتكلف من 2 ل 3 سنت. اذا انا عندي مشوار كبير قوي، اصلح الارض واصلح الرقعه الزراعيه، اغذي المنطقه، اشغل الشباب. عندي فرص عمل كبيره جدا للاجيال القادمه. ليس النجاح وليد صدفه، انه بالعمل والجهد والايمان. طيب بالنسبه للطاقه الشمسيه؟ الطاقه الشمسيه دي طاقه يعني جديده ومتجدده. بناخد احنا الطاقه الشمسيه في طريقتين، طريقه مباشره ان انا اخد عن طريق الفوتون سيلز او الخلايا. وبالمناسبه دي انا اخدت عينات من ابو رديس من مناطق جوه الصحراء 600 700 كيلو، ورحت حللتها في المانيا وفي سويسرا، وطلع علينا عندنا اعلى نسبه سيليكون في العالم 99.99%. اذا ممكن هذا السيليكون الخاص بتاع ده بتصنيع الفوتو سيلز الخلايا الكهرباء ضوئيه او الشمسيه، في خاصه بتاع بالكريستال والاي سيز اللي هي مقاومات الكهرباء، هشغل الناس وودع يعني هزود الرقعه الزراعيه. احنا بنشتغل كلنا على 5% ل 6% وبقيه المنطقه كلها او 95% كلها صحراء. اذا نجحنا في يعني رفع هذه النسبه علشان يبقى صلحت الارض، عندي بتاعت يعني ثروات كبيره جدا. الطاقه الشمسيه مهمه جدا. انا عايز اعمل يعني نموذج يشتغل بالشمس والميه والهواء. يعني ايه؟ يعني انا عندي موديل نموذج بيت يشتغل بالسولار انرجي، يشتغل بالويند انرجي، ويشتغل بالهيدروجين اللي هي اللي انا هاخدها من المخلفات. طبعا طريقه في فصل الايونات الميه عباره عن ايه؟ H2O. فانا بنفس الهيدروجين على الهيدروجين. الهيدروجين احنا قلنا ان اتفقنا ان ده غاز طبيعي نقي، ممكن يشغل منه حتى كوالد الكهرباء. انا هحصل على المخلفات الزراعيه واعمل جيو ثيرمال واخد الهيدروجين. هذا الهيدروجين ممكن اشغل منه الكهرباء، وممكن يبقى عملت ابتدت او جت فرص للعمليه مش شمسيه بس، يبقى شمسيه هيدروجينية وطاقة رياح. طاقة الرياح معروفة انها في المناطق اللي بتزيد فيها سرعة الرياح من 8 ل 12 متر على الثانية، وده الكلام ده موجود زي الزعفرانة وراس غارب وشرق العوينات والمناطق اللي هي الساحلية، دي منطقة بتاعت خصبة. إذا أنا أحط علاج الرياح، إذا عملت، أنا عملت تحليل من البحر بالطاقة الشمسية عملتها مزدوجة وبالرياح، يبقى بالويند انرجي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأولد أعمل أصلح المية، آخد المية من على البحر مية مالحة، هستخرج الأملاح كلها، مش هاخد كمية صوديوم وارمي الباقي في المية. أنا محتاج مغنيسيوم، محتاج بقية الأملاح عندي، مينراليوم، ثروات، هاخدها وأحللها، وبدل ما
نشتري ونستورد المغنيسيوم من بره ونستورد بقيه المعادن اللي انا موجود عندي برميها لي في البحر. اذا انا لما بعمل تحليل مياه بحر باخد هذه الطاقه وبوزع، يبقى كسبت ميه، ميه للشرب وملح. عايز اعمل خريطه للعالم العربي، ربط الكهرباء والغاز والميه، بحيث ان احنا تمهيدا لعمل سوق عربيه مشتركه، اوحد العمله، اعمل بتاعت كل حاجه، اتحاد عربي مشترك، نشتغل كلنا مع بعض. عندنا ثروات قائمه وعندنا مساحه هائله تستوعب الملايين من البشر. اذا المفروض ان احنا نشتغل تيم ويرك، الحاجه اللي ما اتعلمناهاش لا في مدرسه ولا في جامعه، التيم ويرك. اذا احنا حبينا بلدنا هننتج اكتر وهنشتغل مع بعض ايدك في ايدي علشان نبني بلدنا ونعيد مجد الحضاره العالميه. شكرا يا دكتور.